أيها السادة المشاهدين الكرام، مشاهدي تلفزيون المسار، نحن الآن هنا في منطقة جنزور شمال بئر لشهب بحوالي 15 كيلو متر، حيث كهف عمر المختار. هذا الكهف الذي ولد فيه عمر المختار. نطلب من الزميل يعني يضع المشاهد في الصورة. طبعا هذا اليوم يعني الآن نحيي فيه الذكرى 92 لاستشهاد هذا الشيخ البطل. قضى عمره في الجبل الأخضر وأيضا في مدافعا عن الوطن. قبلها درس في عدة زوايا، من بينها زاوية جنزور هنا بعد هذا الكهف، أيضا زوايا أخرى في الجغبوب وغيرها. قاد حركة الجهاد في ليبيا. هذا المجاهد البطل ولد في هذا المكان. نحن الآن نقف على أعتاب هذا الكهف الذي ولد فيه عمر المختار. أنجبته السيدة عائشة، أيضا أرضعته السيدة المدهمة من قبيلة حبون. هذه السيدة التي أرضعت هذا المجاهد البطل لعامين كاملين بحسب الروايات، وأيضا بحسب ما أخبرنا به محمد عمر المختار رحمة الله عليه، الابن الوحيد لهذا الشيخ البطل. ليبيا الآن تقف شامخة وتحتز حقيقة بهذا البطل، وتحتز بما قدمه عمر المختار دفاعا عن هذا الوطن. تلفزيون المسار الآن يتواجد أمام هذا الكهف الذي ولد فيه عمر المختار. كهف يعني الآن داخل هذا الكهف مترامي الأطراف. أيضا هذا الكهف عاشت فيه هذه الأسرة وتربى فيه شيخ الشهداء عمر المختار. قضى طفولته هنا في هذا الكهف الذي نقف عنده هنا في هذه المنطقة. فرحم الله شيخ الشهداء عمر المختار وحفظ الله ليبيا. ونتمنى حقيقة من هذا الوطن أن يواصل ما بدأه عمر المختار ورفاقه من أجل تحرير هذا الوطن من كافة أشكال الاستعمار بشتى صوره. كان معكم عبد الرحمن سلامة من أمام كهف عمر المختار، أو الكهف الذي ولد فيه عمر المختار، وبمناسبة مرور ذكرى استشهادها 92 التي كانت يوم أمس.